بالنسبه للضفاتير ما كاينش زيادات الثمن راه مزيان هذا العام، كاين واحد شويه ديال النسبه المئويه اللي ناقصه. بالنسبه للكتب المدرسيه كنعاني من واحد المساله ديال التغيير ديالها والزياده ديالها في العناوين كل عام والزياده في الثمن ديالها، وهاد العمليه هادي راه حنا تنحاولوا كجمعيه اننا ننسقوا مع جميع الاطراف اللي داخله في مساله انتاج الكتاب المدرسي سواء المستورد او اللي كيتطبع في المغرب، باش اننا نحلوا هذه المشكله هذه ان شاء الله. بالنسبه للتغيير ما كاينش هذا العام في جميع الكتب، لا العموميه ولا الخصوصيه. كاين زياده في العناوين ديال هذا العام في المواد في الكتب المستورده. احنا هذه العمليه هذه كنعانيو منها كل سنه، هي معضله كنعانيو من هذه المشكله ديال الزياده في الكتب المستورده خصوصا، لانه ما كاينش عليها واحد المراقبه من الدوله. تيحددوا لها الثمن كيجي من 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 من, من برا. بالنسبه لنا حنايا ما عندناش، حنا كما كيجينا الكتاب التسعيره ديالو كنديروها في سميتو الطريفه، كنبيعوا بالطريفه، ما عندناش زيادات باش يعرفوا الناس بانه المكتبات راه ما تيزيدوش في الكتب المدرسه المستورده الخاصه بالتعليم الخصوصي. هي اثمنه كتجينا من عند المستورد وكناخذوها من عند الموزع هنا في المغرب. بالنسبه للرواج في هذه الفتره في السنه راه مرتبطه بالخلاص ديال الناس، لانه كما عرفتي كاين المشاكل ديال انه الخلاص اللي كانوا تخلصوا في شهر 7 والعطله الصيفيه. نتمنوا انه مع الخلاص الجاي ان شاء الله ديال شهر 8 يزيد الرواج. بالنسبه لنا حنايا عندنا اقبال، لانه عندنا الناس اللي حطوا اللوائح المدرسيه في الاخر ديال شهر 6. الناس اللي غادي تحط دابا اللوائح ولا غادي تجي تقدا راه غتعاني واحد شي شويه بالنسبه للكتب اللي ما متوفراش، اللي غادي تسناو مازال الدخول ان شاء الله من هنا لقدام بالنسبه للكتب المستورده.